العدو الإسرائيلي ما بيستثني حدا ولا بيميز، لأنه البيت اللي ساكنين فيه للأسف صاحبه بالسياسة ينتمي إلى حزب متعاطف مع إسرائيل، متعاطف مع إسرائيل. طيب ميزوه ميزوه، حكوا معه قالوا له لا. ليه؟ لأنه بينظر لنا كلنا كمواطنين دون، إذا بدنا نعتبر دونيين، الإسرائيلي بينزل لكل واحد منه بالشعب المختار تبعه دوني، كان معه ولا اللي كان ضده، كان متعاطف معه كان مراهن عليه ولا اللي كان مراهن ضده. نحن بنقول هذا التعاطي اللا إنساني اللي عم تعاطف فيه إسرائيل ما بيميز لا لبناني عن آخر، ما بيميز مسيحي عن مسلم، ما بيميز قوات لبنانية عن مرضى، عم بيضرب كل العالم. هالبناية حاسة أنه بده يبعت رسالة بعتها ما تطلع مين صاحبها، صاحبها ينتمي إلى حزب إذا بدنا نعتبر مراهن اليوم على أنه إسرائيل تربح أو إسرائيل يعني تضرب مين قصدك؟ المقاومة، أي حزب؟ على القوات اللبنانية.